طيب اذا نكمل هلا بارتي التاني من هيدي البارتي باين بالإيدروديناميك. الجزء التاني بالإيدروديناميك اللي هو كثير مهم اللي هو التيوريم دو برنوي. هذا التيوريم في له كونديسيون لحتى نحكي فيه، وإن الكونديسيون صرت مكررهم قبل ورح نرجع نعيدهم، أن يكون في الويد بارفي انكمبريسيبل ريجيم بيرمانون إلى ما هنالك. فهودي الكونديسيون هون بيتم في هذا التيوريم. وهذا التيوريم أو هذا الإكواسيون شو وظيفته؟ وظيفته هو يعطينا الإتادي كل ما كيف؟ هلا بنشوف. بس من وين إجا هذا التيوريم ومن وين إجت الإكواسيون دو برنوي؟ هي بتجي عن طريق الكونسيرفاسيون للإنرجي ميكانيك. كيف يعني؟ واحد باللي بالفلويد في كونسيرفاسيون للإنرجي ميكانيك، إيه الإلمون للفوليوم اللي أخدته قبل ما هو كان موجود بارتفاع محدد مثلا وانتقل من مكان لمكان، يعني عنده فيتاس، يعني عنده انرجي سينيتيك، وهو على ارتفاع محدد يعني عنده انرجي بوتنسيال. اوكي، فهون كنا منطبق كونسرفاسيون للانرجي ميكانيك، اوكي، وبنشتغل على اساسها وبنروح من برهنه لهذا التيوريم او الاكواسيون. بس بما انه هلا انا كنت اعطيه يعني وكنت فوت فيها هيدي الانرجي، بس لسببين. السبب الاول انه بغير مطارح ما عم بينطرح ما عم بينعطى، فانا قلت حتى اوفر شويه تقل عليكم، مش بس عليكم، من سنتين ثلاثه ما اعطيته او من 4 سنين كمان الديمونستراسيون، ومنا مطلوبه. السبب الثاني انه ما راح تكون مطلوبه يعني لا بالفينال ولا بالكونكور ولا بشيء. فبس للمعلومة إنه هذا التيوريم ديمونستراسيون له، أو هذا الإكواسيون دو برنوي ديمونستراسيون له، هي بتتم عن طريق الإنرجي ميكانيك. وهذا اللي حكيكم إياه، تيوريم دو برنوي إكسبريم لا كونسيرفاسيون دو الإنرجي ميكانيك لور دي ليكولمون دان فلويد بارفي لون دون ليني دو كورون. يعني بنكون أخذنا إلمون من الفوليوم على ليني دو كورون على تراجكتوار وندرس هذا الشيء. كمان بعبارة تانية، خلونا نقول حسب البارامتر اللي بنستعملهم نحن بالفلويد هون، انه هيدا التيوريم اكسبريم لا ريلاسيون انتر لا بريسيون و لا فيتاس. نحن قبل بالإدروستاتيك شفنا في علاقة بين البريسيون والديستانس او البروفوندور او الهوتور. طيب هون عم نحكي عن فيتاس، ديكو عم نحكي عن ايكولمون، عم نحكي عن ديناميك. طيب في فيتاس، طيب يعني شو بدنا نعمل كمان؟ بدنا ندخل على المعادلة أو على اللعبة، بدنا ندخل الفيتاس. وهون كمان فكرة بدنا ننتبه لها، إنه كل أتا دي كولمون هي ديفيني بار بريسيون ستاتيك أوتور فيتاس. بالبرنسيب فوندامونتال دي الهيدروستاتيك شو شفنا؟ بي فينال موان بي إنيسيال أو دلتا بي أو بي دو موان بي أن إيجال رو جي زد أو روجي H أو روجي Z2-Z1 إلى مونيل. يعني كان عندنا بس داخل بريسيون ستاتيك والديستانس أو الوتر. هلأ عندنا عنصر الثالث اللي هو بيعطينا فكرة الديناميك اللي هو الفيتاس. عم ناخد هلأ السيستم اللي بدنا ندرسه. considérons un fluide parfait incompressible qui s'écoule en régime permanent. هودي الكونديسيون، من دونهم هذا التيوريم ما بيتطبق. dans une canalisation quelconque. اخذنا هذا الكنال كلكونك، عم نقول هلا سواء ان توب دو كورون اليمونتير سابيون سور لي سيكسيون اس 1 و اس 2 هادي هون في 2 اوكي اي لا ليني دو كورون كي باس بار لي سونتر ا اي بي. مثلا اذا اخذنا هذا سونتر ا واخذنا هذا سونتر بي او نسميهم 1 و 2 مثل ما عندكم de deux sections de droite. Je section de droite S1, S2, il y a la vitesse V1 perpendiculaire à la S1 ou le V2 est perpendiculaire à la S2. Ou on, maintenant, on va parler d'énergie potentielle, on va parler d'énergie, d'ailleurs, je vais parler d'énergie, le niveau de référence. Niveau de référence.
مثلا هي اوتون. فقديش ارتفاع السنتر لهيدا السكسيون اس 2 اللي هو زد 2؟ قديش ارتفاع الأ اللي هي السنتر للاس 1 هي زد 1؟ اوكي، فهيك بنكون كمان اخذنا بعين الاعتبار الافي تبعيه البيزونتور، يعني الانرجي بوتنسيال دو بيزونتور. لما واحد ينط بكره يقول لي في عدد من الانرجي بوتنسيال، ما حددت لي انه في عندي انرجي بوتنسيال الاستيك، لا هون اكيد ما عندنا ريسور، ما عندنا شيء الاستيك، نحن هون عم نحكي عن شو؟ عن كتله موجوده على ارتفاع محدد او على عمق محدد. فهون الافي للبيزونتور هي اللي بتلعب دور فقط، يعني الانرجي بوتنسيال دو بيزونتور. وعند هذه الكتله او هذا الاليمون تاع الفوليوم عنده فيتاس، فعم نحكي عن انرجي سيناتيك مثل ما حكينا. هون عم نحكي كمان considerons un tube de courant dont l'entrée est à une altitude Z1 والsortie عندها Z2، مثل ما كنت عم بحكي لكم. الإكواسيون دو برنوي شو بقول؟ répondant aux conditions énoncées ci-dessus s'écrit. يعني شو هن الكونديسيون؟ هيهم اللي حكيت لكم عنهم. فلويد بارفي انكومبريسيب ريجيم بيرمانون. هو ثلاثة كونديسيون اللي بدنا فيهم. طيب هيدي الإكواسيون شو هي؟ هي عبارة عن P1 بلس أن دومي رو V1 أو كاري بلس رو جي Z1. يعني هيدي شو بتمثل؟ بتمثل الإنرجي دو لتا ديكولمون أو بوان A لييه كان عنده سكسيون. هذه شو بتمثل P2؟ ولا راح أعرف كل واحدة منهم P شوية وال V شوية ولا معنى. هذه بتمثل انرجي هون دو لتا ديكولمون أو بوان B أو 2 إذا بدكم 1 أو 2 هني هون. ايوه حطيت لكم اياهم. هيدي الـ A وهون عندنا هيدي الـ B، وهون ذكركم الريفرنس كيف بدنا ناخذ. طيب الـ P ان كان هون ولا هون بدون انديس P1 او P2 او P3 او P4 الى ما هون، P هي بريسيون للفلويد او بوان دوني اون باسكال. رو هو الماس فوليوميك، الـ V هي الفيتاس، زد هي الالتيتود والجي هي الجرافيتي. تركيبتهم هودي مع بعض شو إلها تسمية؟ كيف بنسميها؟ دو مانيير جينيرال اوكي سور ان ليني دو كورون دو ليكولمون فينا نقول انه الاكواسيون هي عباره عن شو؟ بي بلس رو في كاري سور 2 بلس رو جي زد ايجال كونستانت. يعني بي 1 plus 1 demi rho V1 au carré plus rho GZ1 égale P2 plus 1 demi rho V2 au carré plus rho GZ2 égale P3 plus 1 demi rho V3 au carré plus rho GZ3. إلى مهلا عندي 3 2 3 4 فيني طبق تيوريم دو برنوي بين الاتا 1 والاتا 3، بين الاتا 1 والاتا 4، بين الاتا 2 والاتا 10. كيف كنتوا تعملوا بالانرجي ميكانيك؟ هيك بهيدا الشكل. بنقول هون هيدي هوموجين اي اون بريسيون، هيدي الريلاسيون كلها اون باسكال، يعني هي عباره عن انرجي بار يونيتي دو فوليوم هي لا سوم دو. هلا هيدي اليونيتي مش رح فوت فيها، مش رح نشتغل فيها، بس انه بدنا نتعرف على كل وحده منهم. نودي شو لا بريسيون ستاتيك هي البي، لا بريسيون سيناتيك او ديناميك بنسميه اللي هي رو في كاري سور 2، عندنا لا بريسيون دو بيزونتور يعني دو دي لانرجي بوتنسيال هي رو جي زد. طلعوا بالاكواسيون هذه رو في كاري سور 2 هي ذاتها يعني بس انه ترتيبها يعني هي بنسميها بريسيون ديناميك او سينيتيك. رو جي زد بلس بي هو البريسيون ستاتيك اللي شفناه قبل بالبرنسيب فوندامونتال دي الهيدروستاتيك. الغوا الفيتاس شو بنصير نحن هون بالبرنسيب فوندامونتال دي الهيدروستاتيك، هي هيدي بتساوي البريسيون توتال، يعني جمعهم هي البريسيون توتال ب
وين بقتها محددة. فهون هلا بدنا ننبه لنقطة أساسية، بس بدنا نستعمل تيوريم دي ويرنوي في عنده شقان. صحيح نحن عم نحكي عن إيكولمو وعن ديناميك، بس في منه ستاتيك. يعني هل بصح بنقطة محددة نروح نطبق البرانسيب فوندامنتال دي الهيدروستاتيك؟ إيه، مناطق في مطارح بدنا نروح نطبق البرانسيب فوندامنتال دي الهيدروستاتيك. واحد بيقول لي طب مكيف وعم نحكي عن إيكولمو، إيه مول التادي كولمو هو البريسيون توتال. لو كان عندي كولمو هو جزئين، هو مؤلف من اثنين بارتي، بارتي ديناميك نسميها بريسيون ديناميك اللي هي عبارة عن اندوميرو في كاري، والشيء الثاني من البريسيون اللي هو بريسيون ستاتيك بي بلس رو جي زد. اوكي، فمن هون هيدي الملاحظة بدنا ننتبه لها، انه بس نحكي عن كولمو البريسيون ببوان محددة بقتها محددة هي بريسيون ديناميك وهي بريسيون ستاتيك. يعني هل من الممكن نقدر نطبق البريسيون ستاتيك أو البرانسيب فوندامنتال دي الهيدروستاتيك بنقطة محددة؟ إيه بنقدر نطبق، طالما في عندي جزء إنه لهيدا البريسيون يعنى بالبريسيون ستاتيك. طيب عندنا ريمارك على هذا التيوريم وهم همين، وبدنا ننتبه خصوصا للرمارك الثاني. هلا اول رمارك، اذا كان عندنا ال في 1 ايجال في 2 عم نشتغل بين اثنين اتا، يعني عندي 1 دومي رو في 1 او كاري بلس بي 1، عم نطبق تيوريم دو برينوي انتر اتا 1 اتا 2 هي رو جي زد 1 ايجال 1 دومي رو في 2 او كاري بلس بي 2 بلس رو جي زد 2. إذا عملوا الـ V1 والـ V2 بيساووا بعضهم، وأكيد هذا تيوريم منطبقه دون زمان في الويد، ما حدا يروح يطبقه من اثنين في الويد مختلفين، أكيد منطبقه دون زمان في الويد. شو منوصل؟ نوصل إنه P1 هي هالرلاسيون P1 رو جي زد 1 إيجال P2 رو جي زد 2، واللي هو برنسيب فوندامنتال دي الهيدروستاتيك. يعني هذا إذا بدكم P1 موان P2 هي رو جي كي زد 2 - زد 1 هي. لا واحد بيقول لي مين كيف عرفت انه البي ان اكبر او هذا؟ مش مهم، انا مش عم باخذ اشال وريفرنس، بس انه كفكره يعني. يعني الدلتا بي اذا بدكم نوصل هي رو جي اش. اوكي، لو وصلنا اذا الفيتاس بيساووا بعضهم فبنوصل للبرنسيب فوندامنتال دي الهيدروستاتيك. ايه بنوصل، وهذا اللي كنت عم بحكي فيه قبل، انه البريسيون توتال بقتها محدده هو شيء منه ستاتيك وشيء منه شو؟ ديناميك. طيب اذا كان عندنا ايكولمون اوريزونتال، الايكولمون اوريزونتال اذا يعني الزد 1 والزد 2 بيساووا بعضهم، يعني عندي هيدا تيوب مثلا، اوكي هيدي بوان 1 عندها اس 1 هيدي بوان 2 عند سيكسيون S2، هون هيدي V2 هيدي هون V1. هيدي عند بريسيون P1 هيدي هون عم تتعرض لبريسيون P2. هيدا أخذنا هون مثلا على سبيل المثال هيدا النيفو هو O وهيدا زد، يعني هون عنا زد 1 ايجال زد 2 اني موجودين على نفس النيفو، عم نطبق عليهم الاكواسيون دو برنوي. يعني اذا زد 1 والزد 2 بيساووا بعضهم بنشيلهم، يعني طلعوا هون. هلا ما عادش بنشيل الفي، شو بشيل؟ زد 1 روجي زد 2 روجي زد 1. ليه؟ لأن رو عندي مم رو جي كونستانت، زد 1 وزد 2 بيساووا بعضهم. شو بقى عندنا؟ ان دومي رو في 1 او كاري بلس بي 1 ايجال ان دومي رو في 2 او كاري بلس بي 2. هذا اللي حطيته، بي 1 بلس ان دومي رو في 1 او كاري ايجال بي 2 بلس ان دومي رو في 2 او كاري. طيب اذا اخذنا على سبيل المثال هون انه الاس 1 اكبر من الاس 2،
يعني الـ vitesse V1 أصغر من الـ V2. أوكي؟ أخذنا حالة خاصة إنه الـ S1 أكبر من الـ S2 مثل ما رسمت لكم هيدا الرسمة. طيب الـ V1 أكبر من الـ أصغر عفوا من الـ V2، فراح جيب الـ V1 لعند الـ V2 وراح ياخذ الـ P2 لعند الـ P1. يعني هيدي الـ P2 بتصير موان والـ V1 أوكاري هون بتصير موان، وأخذت فاكتور كومان بين الـ V2 والـ V1 أوكاري هي أن دومي. صار عندنا P1 موان P2 إيجال أن دومي رو، أن دومي رو هي فاكتور كومان، V2 أوكاري موان V1 أوكاري. هون راح طبق عليها A أوكاري موان B أوكاري بتصير أن دومي رو V2 موان V1 فوا V2 بلس V1. يعني شو عملت؟ A أوكاري موان B أوكاري هي A موان B فوا A بلس B. هيدي بوزيتيف. ليش بوزيتيف؟ لأن عندي الـ V2 أكبر من V1. مش نحن هذا اللي انطلقنا منه كحالة خاصة أو كحالة موجودة، يعني إنه الـ V2 أكبر من الـ V1، فـ V2 موان V1 بوزيتيف، V2 بلس V1 هن بوزيتيف لأن عم بيشتغل بنورم. أوكي؟ فصارت هيدي كلها بوزيتيف، فصارت بوزيتيف، فصار عندي P1 موان P2 هي بوزيتيف. يعني صار عندنا P1 موان P2 أكبر من 0، دونك P1 أكبر من P2. هيدي ربطنا عليها هلا بالإيكولمون هوريزونتال، ربطنا وقت ما الفيتاس بتكون صغيرة البريسيون بتكون كبيرة، وقت ما الفيتاس تكبر الفيتاس شو عفوا وقت ما الفيتاس تكبر البريسيون شو بصير فيها تصغر. وراح أعطيكم مثل عليه هيدا بحالات يعني بتصير بس نادرة. يعني تخيلوا مثلا عندنا باص كبير مارق على الاوتوروت حد اون فواتور، اوكي، ومارق الباص كان بسرعه كبيره كتير نسبه لسرعه هيدي السياره وكان قريب إلها. اوكي، فشو بكون عمل هون؟ بكون اللي عمله الفيتاس كتير كبيره زي شفط الهواء اللي موجود، يعني الفيتاس كبيرة، الفيتاس كبيرة بيناتهم، شو عملت؟ الضغط أشط نزل كتير، يعني صار مثل عندي فيد تقريبا. فإذا صار عندي فيد فشو بيصير؟ ممكن احتمال يصير في تصادم، إنه الباص يشد السيارة لجهته مثل يعني مكنس الكهرباء، مثل شفطتها شفط وقت ما يصير عندنا فيد تشفطها تلزق السيارة مثلا بهيدا الباص. فهون هلا هيدي حالات نادرة وفي عدة عوامل بتلعب فيها دور، بس انه عم نعطيها كفكرة كمثال انه علاقة الفيتاس بالبريسيون. وهيدي الافي بالايكولمون هوريزونتال بنسميها الافي ديفونتوري، اللي هو عمل تيوب ديفونتوري، هو هيدا التيوب اللي رسمت لكم اياه هون. اوكي، وعلى هيدي السكسيون حط هون تيوب وحط فيه وشاف الفلويد لاي مستوى بيطلع، وعلى هيدي السكسيون حط تيوب وشاف شاف الفرق بيناتهم ودرسها. اوكي، فهيدي بالايكولمون هوريزونتال وقت ما الفيتاس تصغر البريسيون بتكبر، وقت ما الفيتاس العكس يعني بتكون كبيره البريسيون بتصغر. يعني هون لنلخصها، الفي اوغمونت البريسيون ديمينيو، او اذا الفي ديمينيو اوكي البريسيون اوغمونت، والعكس صحيح. يعني فيني اقول اذا البريسيون صغرت يعني شو صار عندي فيتاس كبيره، واذا البريسيون كبرت يعني صار عندي فيتاس صغيره. اوكي، هيدي بنسميها الافي دو فونتوري. طيب هيك ككور بنكون خلصنا، بنكون نحن صرنا تقريبا جاهزين لنروح نعمل اول ابلكيشن على هذا الموضوع. الابلكيشن الاولى هي رح نشوفها هون كإكزرسيس، يعني بدي أبدأ إكزرسيس. إذا أخذت هلا أن ريزرفوار أوفير دو سيكسيون إس أ، هي الرسمة قدامكم هون، كونتينون دو ليكيد دو ماس فوليميك رو، موني دان أوريفيس دو سيكسيون إس بي. عندنا ريزرفوار، أوكي، عملنا فيه فتحة صغيرة نسبة للسيكسيون اللي إله اللي هي مسمي لي إياها إس أ. أوفير يعني ممكن يكون عم يتعرض
on la pression atmosphérique مثلا بس هلا مش رح فوت بهذا الموضوع هذا شوي شوي تبع عن هلا بنفوت فيه عم نقول الاس ا اكبر بكثير من الاس بي بلشنا نربط سيكسيون يعني اذا الاس ا اكبر بكثير من الاس بي يعني الفيتاس على الا خفيفه نسبه للفيتاس على البي اوكي طيب عم نقول ليكيد سيكول فير الاكستيريور يعني ليكيد شو صار هلا عم بروح فير الاكستيريور وعم بيظهر من وين من الاوريفيس من هيدي الفتحه صغيره بالبي عم نقول ريزرفوار اي اسي جروند ريزرفوار هو كبير pour que ni le niveau du liquide ni la pression PA ou pression atmosphérique okay, au-dessus de la surface libre ne varie de façon significative pendant l'écoulement. خلال l'écoulement, on شو عندي P0 يعني هيدا عندنا surface libre شو المقصود بالsurface libre انه هودي البارتيكول اللي هون اللي واحدة منهم هي اللي بوان ا عم تتعرض للبريسيون اتموسفيريك. On note VA la vitesse au point A هي بتمثل اتا والVB هي la vitesse au point B وين بالاوريفيس نحن ظاهرين لبرا. Les altitudes des points A et B sont ZA و ZB يعني هون بطريقة تانية هو محدد لي إذا بدكم انه في عندي هون اوريجين او هو نيفو دو ريفرنس اي زد بي وهيدي زد ا هون بدنا نروح نستعمل طالما عندنا ايكولمون بدنا نروح يعني عندنا ديناميك بالمبدا بدي اروح استعمل تيوريم دو بيرنوي لو عم بيقول لي قلت لي قبل شوي فينا كمان الهيدروستاتيك بس هون مش مو شوف ببدأ بالبداية بالديناميك علقت ما قدرت أكمل في ضنية مش ظابطة مش معناته إنه الضنية مش ظابطة لا إنه في عندي حاجة ضمن الضنية لأروح استعمل هيدروستاتيك هلا كيف بنشوف هلا كيف أوكي بنروح بنشتغل هلا شو الهدف هون طيب شو السؤال؟ السؤال بدي أروح فتش على البي كيف نعمل؟ طيب بنقول عندي دو زيتا هن الا والبي كل اتا دي كل مو هي رح تكون معرفه بثلاث شغلات الاتا هي اللي فينا نشتغل فيها يعني رح يكون عندها بي ا رح يكون عندها اش ا موتور او زد ا هو مثل ما قال لي وعندها في ا والاتا دي كل مو بي والاكل مو بالاتا بي عندنا بي دو بي عندنا زد للبي عندنا في دو بي بيجي بشوف هون ضمن الضنه بي دو ا عندي بي زيرو بي دو بي عندي بي زيرو ليه لان ظاهره لبرا صارت عم تتعرض للهواء الزد ا والزد بي ضنه والفي ا هي والفي بي كمان فيني جيبهم فيني لاقي علاقه بيناتهم عفوا عن طريق شو سيكسيون معطينا سيكسيون عن طريق الايكواسيون دو كونترول كيف نشوف اول شغله بروح بستعملها هي تيوريم دو بيرنوي لو لون دو ليني دو كورون اونتر ا اي بي طبق بين الا والبي هلا واحد بيقول لي نحن لازم نعرف انه هذا ليني دو كورون هيك شكله لا مش ضروري خلص بتطبق اونتر ا اي بي عاده ما بنعطي بس هذا ليش شكله هيك اوكي بس لناخذ مثلا هذه البوان ا شلون في بارتيكول عندنا حواليها اوكي وبدهم يبلشوا ينزلوا هودي البارتيكول هون في عندنا صار فراغ يعني كل البارتيكول عندهم رغبه لشو يعملوا ليظهروا تحت تاثير الضغط اللي عم بيدفشهم من فوق فبصيروا يدفشوا بعضهم بصيروا يدفعوا بعضهم بهذا الشكل فبيتكون عندنا هذا الكور بهذا الشكل هذا اللين دي كورون هذا المسار اللي بيسوقوه بشكل عام طبقت انتر A و B شو بقول تيوريم او الاكواسيون دو بيرنوي PA plus 1 demi rho VA au carré plus rho GZA égale P de B plus 1 demi rho VB au carré rho GZ للB هيدي الاتا A وهيدي هون عندنا الاتا B مثل ما شخصتهم بيجي هلا بشوف بالضنة شو عندنا فينا شيء نستغنى عنه وشيء ما نستغنى عنه
عندنا عم نقول لي بريسيون بالا والب هن ايجال على بريسيون اتموسفيريك لان البوان ا هي معرضه للسيرفاس ليبر وهيدي هون سيرفاس ليبر كمان ظهرت من الريزرفوار اوكي فهيدي البوان ب كمان صارت عم تتعرض للبي زيرو للبريسيون اتموسفيريك يعني صار فينا نعمل سمبليفيكاسيون بي ا وبي بي بيشيلوا بعضهم بيبقى عندنا ان دومي رو في او كاري plus rho gz a égale 1 demi rho vb au carré plus rho gz للb. هلا بنجيب الفيتاس لبعضهم لحد بعضهم وبناخذ rho gz لحد بعضهم. بس بحافظ انه يكون الاكبر يعني يكون كل الكونتيتي هي اذا بدكم عندي كاب بوزيتيف. نحن بدنا نعرفوا انه السكسيون بالب اصغر من السكسيون بالا اللي موجود على A. يعني الفيتاس تبعيت الـ A أصغر من الفيتاس للـ B. يعني اللي بيكتبوا هلأ هون أوكي منقول إنه الـ VB كاري يعني هون بدي الـ VB هو الهدف الليلي هو الـ VB بالتحديد أوكي يعني الـ VB كاري هون شو عملت ضربت 2 على رو وهيدي جبتها لتاني جهة يعني صار عندنا هون بس ضربت فيها ال V A أو كاري ضربتها كمان ب 2 على رو يعني راحت هي مع ال 2 والرو مع الرو بقى عندي V A أو كاري هون هيدي ضربتها ب 2 على رو الرو مع الرو راحت بقى عندي 2 G Z وفي هون موان G Z A موان Z للب فصار عندنا V دو B إيجال V لل A plus rho G Z لل A موان Z لل B. هلا كيف بدي الاقي علاقة بين ال V A وال V لل B؟ عن طريق relation de continuité. طالما عندنا conservation لل DB فوليميك ليه؟ نحن عم نشرب فلويد incompressible و parfait. ففينا نقول انه ال S A V A equal S B V B انه ال Q بال A بتساوي ال Q بال B ك DB فوليميك. يعني الاس A فوا في A إيجال اس B فوا في B الـ V للـ A en fonction للـ V للـ B صار عندي إياه هي اس B على اس A في B وين بحطها هلا بالإكواسيون هون أوكي صار عندنا الـ VB أو كاري هي اس B سور اس A أو كاري فوا VB أو كاري بلس 2 رو جي زد فينا هون كمان مش فينا يعني بدي آخذ هيدي لهون وآخذ فاكتور كومة يعني صار عندنا هلا ال VB يعني اذا هون VB او كاري موان S لل B سور S لل A او كاري فوا VB او كاري ايجال 2G H اذا بدكم نسميها او خلوها Z A موان Z لل B ناخذ فاكتور كوما هلا ال V V منسكول اوكي ال VB أو كاري هذا شو بيبقى عندي A وهون شو بيبقى مو S B سور S A كلها أو كاري يعني إذا بدي أقول هلا ال VB أو كاري هي صارت 2G Z لل A مو Z لل B ديفيزي بار 1 مو S لل B سور S لل A كلها أو كاري فينا كمان نكتبها هلا إنه ال V لل B هي راسين كاري 2G H سور 1- SB سور S لل A أو كاري و ال H هي Z لل A موان Z لل B سميتها بدون ما ضل نكتب Z لل A هلا ال S A وال S B شو وضعهم؟ هل هني في عندي ضمنين فيهم؟ هل وحدة أكبر بكتير من التانية؟ إيه طالما عم بيقول هو بالضمنين انه اس لل A اكبر من هيدي كجنرال فوت هلا بالحاله الخاصه انه الاس لل A اكبر بكثير من الاس لل B يعني هيدي شو بتعطينا انه الاس لل B على اس لل A اصغر بكثير من A يعني الاس لل B على اس لل A او كاري صارت هي أصغر بكتير بكتير من الآ يعني عنا الآ موان
S للB على S للA أو كاري هي تقريبا قديش؟ هي A. فبصير عنا الـ V دو B هي عبارة عن راسين كاري 2J Z للA موان Z للB أو كل ما سميتلكن إياها هي أش الاختلاف بينهم. هيدا بنسميه تيوريم دو توريشيلي اللي بيقول أن ليكيد سيكول أون فيتيس إيغال أسيل أكوز بار أن كور أو كور دون شيت ليبر يعني خلال شيت ليبر دون أوتور أش. هيدا هون مش مضروبة ها، هيدي أش إيغال دون أن شون دو بريزونتور. يعني خلاصة الموضوع التيوريم دو توريشيلي شو بيقول؟ بيقول تيوريم شوت إنه الإيكولمون في الويد أوكي هون هو بيكون بيوازي بهيدي الحالة زي السكسيون اختلاف كبير بيوازي حالة الشوت ليبر دانكور تحت تأثير شون دو بريزونتور من ارتفاع اش. يعني إذا جينا درسنا شوت ليبر لكور اوكي تحت تأثير البيزونتور فينا نطبق عليه السينماتيك مع الديناميك وفينا نطبق عليه كونسرفاسيون للانرجي سينيتيك بنلاقي انه الفيتاس وقت ما يوصل مثلا لنقطه محدده او للسول هي راسين كاري دو جي اش. وهذا هو التيوريم اللي عم بقوله هون بحاله شو؟ بحاله الفلويد. هذه حاله خاصه انه الاس للا اكبر بكثير من الاس للب اللي حطيت لكم اياه هون على جنب اللي كتبتهم هو إذا كانوا السكسيون أوكي هون لهم قيمة بين بعضهم يعني منه واحدة كتير كبيرة نسبة للتانية مثل ما حكينا بالشكل اللي هون عملنا أبروش أو أبروكسيماسيون أو عملنا إنه الآن الكتير كبيرة قدام الأس بي سور أس آ يعني هون نجليجي الأس بي سور أس آ ديفون الآن. فلهون رح وقف هلأ بعد عنا اكزرسيس تاني اكزرسيس رح يكون هو على تيوب دو بيتو كتير مهم طرحناه بشكل تاني بدورة من ست تاني يمكن او ثلاثة ما هي ذاكر وفي ناس ضعوا فيه. هذا رح يكون هو بداية المحاضرة الجديدة ان شاء الله.